ينضم إلينا عبر سكايب نائب مدير وكالة أركان التي تختص بقضايا وأخبار مسلمي الروهينجا عبد الله أحمد. سيد عبد الله، أهلا بك. أهلا وسهلا أستاذ الكريم. نعم سيد عبد الله، يعني انتهاكات جديدة وجرائم بشعة جديدة ترتكب من قبل جيش ماينمار البوذي ضد مسلمي الروهينجا، لو تضعنا في آخر تفاصيل ما يحدث هناك. حسنا سيد الكريم، طبعا أستاذ الكريم، الآن الأحداث في ولاية أركان في تصاعد مرة أخرى بعد أن توقفت أو خفت حدة التوترات لعدة أيام. منذ 9 أكتوبر الماضي كانت هناك أحداث وحملات اعتقالات وقتل واغتصاب وحرق للبيوت في مدينة مندون الواقعة على الحدود الغربية لولاية أركان المنتخبة لبنغلاديش. خلال هذه الفترة الشهرين الماضيين كانت هناك عمليات قتل بشكل واسع جدا. مهم الرئيس رصدت أن بالأخبار الصناعية أن هناك المئات من المنازل تم إحراقها بشكل كامل جدا، بما في ذلك القرى والأحياء. هناك 1500 منزل كما رصدتها هم الرئيس ووت بالأقمار الصناعية تم إحراقها بالكامل. هناك أيضا ما يقرب من 600 حالة قتل تم رصدها عبر الناشطين الروهنجيين في ولاية أركان. هناك أيضا المئات من عمليات الاغتصاب التي رصدت في ولاية أركان من قبل الجنود أنفسهم. حكومة ميانمار وإن حاولت نفي هذه الاتهامات، لكن التقارير والتصاريح المدنيين السكان المدنيين تقول بأن هناك فعلا المئات من حالات الاغتصاب تقع يوميا في مناطق المسلمين. نعم. يعني بالأمس يا أستاذ الكريم رصدنا حالة أو حالتين لنساء من أقلية الروهينجا تم اغتصابهن بشكل جماعي، وهم يناشدون المجتمع العالمي والمجتمع الإسلامي لإغاثتهم وتحريرهم من هذه الجرائم التي ترتكب ضد التي ترتقى إلى جرائم ضد الإنسانية. منظمة العفو الدولية قالت أن هذه الجرائم تصل إلى جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب، لكن يبدو أن لا هناك أذان صاغية ولا يريدون فعلا إنهاء هذه الأزمة بشكل كبير. نعم طيب سيد عبد الله، يعني نعم تفضل. نعم يعني حكومة ماينمار تقول أنها فتحت تحقيق في الاغتصابات وهذه الجرائم التي قام بها جيش ماينمار، بينما يعني بالمقابل سفير حكومة ماينمار في مصر ينفي هذه التهم، ويعني منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمات أخرى تشكك في مصداقية هذه التحقيقات ربما. ما رأيك؟ سيد الكريم، كل العالم وكل المنظمات الدولية وكل الناشطين وكل الصحفيين يؤكدون أن هناك حالات قتل واعتقال تعسفي واغتصاب ضد المسلمات الروهنجيات. المنكر الوحيد في هذه الحالة هو ميانمار فقط. سفير ميانمار الذي الموجود لدى مصر هو الوحيد، ليس هو الوحيد لكن هو الذي قال أنه لا توجد هناك عمليات اغتصاب، هو نفس الرواية التي ترددها الحكومة. سفير مصر المشارك في الحوار الذي أقامته جامعة الأزهر استغل هذه الفرصة لتمرير رسائل ضمنية في المؤتمر، وقال أنه ليست هناك عمليات اغتصاب أو قتل أو ما أشبه ذلك، لكن كل الوسائل الإعلامية وكل الوكالات الدولية وكل المنظمات الإنسانية تقر بذلك. يعني ميانمار تريد أن تكذب كل العالم وتقول أنها هي الصحيحة، هي التي على حق فقط. قبل أيام انتشر مقطع على وسائل التواصل الاجتماعي ثم انتشر على القنوات العالمية. هذا المقطع رصد حالة اعتداء على مسلمين تم اعتقالهم بشكل تعسفي وتم تعريضهم للضرب والتعذيب بشكل مهين جدا. لما أخذ هذا المقطع حيزا كبيرا في وسائل الإعلام اضطرت ميانمار إلى أن تعتذر وتقول أنه هذه حالة استثنائية، وربما نحن عند هذه النقطة سيد عبد الله، يعني عذرا للمقاطعة، عند هذه النقطة كيف يؤثر الإعلام اليوم ويساعد في قضية الروهينجا؟ هذا تقرير لنيويورك تايمز يتكلم أو ساق قصتين لمسلمين من الروهينجا تعرضوا للتعذيب، وصحيفة كبيرة نيويورك تايمز. يعني برأيك كيف يؤثر الإعلام إلى جانب قضية الروهينجا ودفاع عنهم والمطالبة بحقوقهم؟ نعم سيدك، كما ذكرت أنا كل وسائل الإعلام تثبت أن هناك بالفعل حالات قتل واغتصاب وانتهاك لحقوق الإنسان وكل ما يطرأ على بالك موجود في ولاية أركان ضد المسلمين الروهينجا. ميانمار تحاول أن تنفي كل ذلك، كل ما يحدث ميانمار تحاول أن تنفيه.
اضطرت فقط الى ان تعترف بهذه الجرائم الواقعه ضد المسلمين الروهينجيا، لان المقطع الذي تم نشره تم تصويره بواسطه جندي، ولذلك لم تجد مفر ميانمار من الاعتراف بهذه الحقيقه، وكانت حاولت ان تنفي. احد الكتاب الامريكيين في صحيفه نيويورك تايمز ذكر أن هذه الحالات والتصوير بهذه الطريقه لا تتم الا اذا كان الناس يعتقدون ان هذه الافعال تتم بشكل طبيعي او مسموح بها. من المعقول انه لا يمكن ان يتم ان يصور احد هذه الجرائم وهو بهذه الاريحيه بهذا هو في هذه الوضعيه. يعني تم لو 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 رصدتم هذا الفيديو وهو منتشر على وسائل الاعلام، كان الجندي يصور المقطع. نعم، هذا سيد عبد الله ربما يثبت ان هذه الجرائم تعتبر مباحه بين جيش ميانمار. في سؤال اخير سيد عبد الله، يعني ماذا عن المساعدات؟ هنالك باخره من المساعدات محمله متجهه الى يعني الى الروهينجا قادمه من ماليزيا، تم منعها ايضا، كيف يبدو الوضع بدون وصول مساعدات ومنعها ايضا؟ وماذا تقول حكومه ميانمار في منع المساعدات؟ نعم سيدي الكريم، منذ بدأت العمليات في 9 أكتوبر تم منع جميع المنظمات الإنسانية والوكالات من تقديم المساعدات إلى الآلاف مئات الآلاف من المسلمين الروهينجيا، واعتذرت بأن الأوضاع لا تسمح بدخول المنظمات الإنسانية. ثم مع الضغط الدولي الذي مورس على حكومة ميانمار سمحت بالدخول إلى أجزاء معينة فقط من ولاية أراكان، واصلا لا يسمح للمنظمات الاسلاميه بالدخول الى ولايه اراكان بشكل كامل، ربما هي فقط التي يسمح لها بالدخول الى ولايه اراكان. اعود الى النقطه التي ذكرتها، وهي المنظمه الاسلاميه الماليزيه التي ذكرت بانها سترسل قافله من المساعدات الى ولايه اراكان. نعم. هذه المنظمه ذكرت انها تواصلت مع سفاره الموجوده في ماليزيا ورفضت التواصل السفاره، لكن الحكومه تقول انها لم تصلها اي خطاب من المنظمه بشان هذه المساعدات. المنظمة حتى لا تقع في هذا الحرج الدبلوماسي تواصلت مرات ومرات مع السفارة الموجودة في ماليزيا ورفضت. وقبل ساعات أنا تواصلت مع أحد الموجودين في ماليزيا وهو من أحد المنظمين للقافلة، سألته ماذا حصل بالنسبة للقافلة، لأنه كانت من المقرر أن تنطلق في 10 يناير، يعني قبل يومين تقريبا. قال لي أنه السفارة اضطرت إلى أن تسمح للقافلة بالذهاب إلى ولاية أراكان، ولكنها منعت من الذهاب في الوقت الحالي، وقال أنه في شهر فبراير سينطلقون، لأنه كما تعلم أستاذ الكريم بأن القافلة تم تهديدها من قبل المسؤولين في ولاية أراكان وحكومة ميانمار بأنها إذا دخلت المياه الإقليمية لميانمار سوف تتعرض لهجوم من القوات البحرية. نعم. ولذلك المنظمة لا تريد أن تنتهك السيادة التابعة لحكومة ميانمار، وأيضا لا تريد أن تنتهك الخطوات الدبلوماسية، وأجبرت ميانمار على أنها توافق لإرسال هذه القافلة وفيها كم هائل من المساعدات للمسلمين الروهينجيا. نعم، شكرا جزيلا لك نائب مدير وكالة أركان التي تختص بقضايا وأخبار مسلمي الروهينجا السيد عبد الله أحمد، كنت معنا عبر خدمة سكايب.